فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من عنده خادمة أو سائق ويعطيه من الزكاة من غير الراتب الذي يستلمه، هل يجوز ذلك؟ إذا كان الخادم أو السائق مسلما وفقيرا أعطيته على أنها زكاة لا على أنها مكافأة وعلى أنها ترغيب له إن يعمل عندك، إنما أعطيته لأنه فقير مسلم فقير، فلا بأس بذلك. نعم.